أهلا بكم. بدأت حالة الانقسام وسط تحالف قوى الحرية والتغيير أكثر وضوحاً أو بدت أكثر وضوحاً، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الحكومة الانتقالية، والأمر الذي جعل رئيس الوزراء يدعو في أكثر من مرة آخرها أمس بضرورة توحيد قوى الثورة لإنجاز مهام الانتقال والتحول الديمقراطي وإنقاذ البلاد من التشظي وعدم عودة فلول النظام السابق الذين تسربوا إلى مفاصل الدولة. وما بين تبادل الاتهامات بين الحرية والتغيير من جهة، ومبادرة الإصلاح التي يقودها حزب الأمة القومي من جهة، وتصاعد حدة الصراعات وتراجع الدعم الشعبي للتحالف الحاكم، هل العودة لمنصة التأسيس أمراً ممكناً أم بات التوافق صعباً؟ أهلاً بكم. مرحبا بكم إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي النقاشات ما قبل الحوار. بالتأكيد تابعتم المادة التعريفية بحلقة اليوم، عنوان الحلقة الحرية والتغيير، تأخر الإصلاح يهدد الفترة الانتقالية. نرحب بكل المتابعين الذين يتابعون هذه الحلقة على الهواء مباشرة، وكل الذين يتابعون عبر المنصات الاجتماعية المختلفة، والذين يتتبعون واسم البرنامج دائرة الحدث، والذي من خلاله ستجدون كل ما يخص برنامج دائرة الحدث من كواليس وأحداث وأيضا استضافات. ولا تنسوا أيضا زيارة قناتنا على يوتيوب سوداني 24 تي في، التي من خلالها يمكن أن تجدوا فيها كل البرامج بشكل دائم. نرحب بكم جميعا، وأرحب بضيفي الكريمين داخل الأستوديو اللذان سيصحبان في خلال هذه الحلقة. أرحب بالدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي. دكتور إبراهيم، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة. أهلا وسهلا، يا ألف مرحبا. أرحب بك، وأرحب أيضا بالأستاذ جعفر حسن، المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير. أستاذ جعفر، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك ومرحبا بمشاهدينا الكرام. نعم، مرحبا بكما. لكن أبدأ معك دكتور إبراهيم الأمين لو سمحت لي. رئيس الوزراء حمدوك أمس في خطابه بدأ يعني أكثر استياء حسب تحليلات لمراقبين، والاستياء هذا مرده لحالة الانقسام التي تشهدها مكونات الثورة على حد وصف أو ذكر الرجل في خطاب أمس، وقال إن هذه الحالات أو حالة الانقسام هذه قد تهدد الوطن بالتشظي حسب نص الخطاب الذي قاله. أولا، ما تحليلك لهذا الخطاب وتحديدا هذه الجزئية والتوقيت؟ طيب. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني التحية لقناة سودانية 24 ولهذا البرنامج الناجح، والتحية للمشاهد الكريم. حقيقة يعني من المصائب الكبيرة اللي مواجهة البلد في هذه المرحلة حالة التشظي والانقسام في قوى الثورة. والخطاب في الحقيقة جاء متأخر حقيقة، لأنه يعني القضية دي بدأت من شهور يعني، وواضح جدا على أساس أنه يعني أصبح في زي تمايز بين أكثر من اتجاه، وواضح جدا أنه السيد رئيس الوزراء في مرحلة من المراحل انحاز لطرف معين، وما كان بيسمع
الانتقادات اللي بتوجه سواء نعم. كان لرئيس الوزراء أو للجهاز التنفيذي أو للحكومة ككل، وإلى أن وصلت إلى مرحلة أنا في رأيي ما لم ندارك في هذه المرحلة الانقسام ده ونبدأ مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة هي مرحلة تخاطب المستقبل، مرحلة نراجع فيها كل ما تم في السنتين السابقتين وبرؤية نقدية، لأن القضية في المقام الأول هي قضية وطن، ونحن يعني ضيوف غدرنا جاءنا على سن نكون في مقدمة الحرية والتغيير، وبالتالي الواجب علينا أننا نحن نتجاوز كل الأشياء الانتماءات الضيق الحزبية ونتجاوز أشخاصها ونتحدث عن القضية ككل. حقيقة أنه الحرية والتغيير طبعا ما في أدنى شك أنه لعبت دور كبير جدا في الثورة، وكانت هي قوة متماسكة في مرحلة التغيير. ما احنا عندنا المرحلة اللي كانت فيها المقاومة في قمتها، وما كان في المرحلة ديك في خلاف لأن الناس كلهم مشغولين بقضايا التغيير. ولكن لما بدأت المرحلة بعد ذهاب عمر البشير أو إزاحة عمر البشير بدأت في مرحلة جديدة. هذه المرحلة حزب الأمة كان عنده رؤية واضحة جدا فيها، يعني الحرية والتغيير في الفترة بتاعت المقاومة كانت هي تنظيم أفقي، يعني بضم كل مكونات الحرية والتغيير، وكان عندها التنسيقية اللي بتقوم بالعمل ده. حزب الأمة اقترح أن يكون مجلس قيادي للحرية والتغيير على أساس أنه القضية التعامل معها، أصبحنا دولة، التعامل مع الدولة يجب أن يكون هو في شكل رأسي، على الأقل أنك أنت تكون عندك قيادة تتخذ القرار في الوقت المناسب. أنا أفتكر واحدة من الأخطاء الجسيمة أنه الحرية والتغيير ما عندها قيادة. جميل. الحرية اتفق. أكتفي بهنا ولا؟ نريد أيضا نريد أن تحلل لنا دكتور أيضا ما قدمه رئيس الوزراء أو ما تم تحليله من حالة الاستياء هذه جراء حالة الانقسام. هل بدأ رئيس الوزراء منحازا لطرف أو لآخر؟ كان منحازا، لكن واضح جدا أنه الـ 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 الأزمة وصلت إلى مرحلة من التعقيد. نعم، وأنت قلت أنه منحاز قبل قليل أن رئيس لا الوزراء. لا في مرحلة نعم. نعم. في لمن؟ مرحلة أنه لمن؟ في ما قلت لك في تيارين في الحرية والتغيير. في تيار يعني أو ممكن تقول يعني في تيار اللي هو بيدعو لإسقاط النظام، أنا بستبعد ده. في تيار بيدعو لتصحيح المسار والرجوع إلى منصة التأسيس. هذا التيار فيه ناس جوا الحكومة وفيه ناس يعني حتى لو كان جزء جوا الحكومة بيتحدثوا عن عملية مراجعة وإعادة هيكلة الحرية والتغيير بالصيغة، وبالأخص المجلس المركزي بالصيغة نضمن فيها بأنها هي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل. جميل. طيب أتحول إليك أستاذ جعفر حسن ونرحب بك في حلقة اليوم. أيضا رئيس الوزراء ظهر في خطابه أمس وكأن هنالك حالة من العزلة بينه وبين المجموعة التي اتفقت عليه ورشحته وأتت به، ونقصد هنا التحالف الحاكم الحرية والتغيير. حالة العزلة هذه ما هي أسبابها وما هي نتائجها؟ طيب التحية لك وللشعب السوداني عبر قناتكم، وطالما المنبر ده ظل يناقش قضايا الثورة بالتزام صارم نحن ملتزمين به، ودي أنا أفتكر حاجة كويسة يعني. وطالما نحن برضنا مصرين إننا نقول ما نرى من الحقيقة، وقد لا تكون الحقيقة المطلقة، لكن نحن حنقول إن نحن شايفينه في الزاوية إن نحن شايفينها. أنا أتفق تماما مع تحليل دكتور إبراهيم للواقع الحالي الموجود ده، ونحن متفقين عليه. وأنا ما شايف إنه رئيس الوزراء محبط ولا شايف كده، بالعكس أنا شايف أنه هو بيتكلم بمسؤولية في وقت مهم أنه يكون فيه الكلام باللغة دي وبالطريقة دي. الانقسام في الشارع السوداني لا يحتاج إلى أنه رئيس الوزراء يذكرنا به، معروف. والانقسام ده ليس داخل الحرية والتغيير، عشان إحنا برضو ما نختصر الموضوع في مستوى بسيط. نحن عندنا
مستويات كثيرة في تعقيدات المشهد ده، في شركاء سلام، في مكون عسكري، في حرية وتغيير، في لجان مقاومة، في لجان خدمات، في كل المشهد ده هو الآن ده المشهد العام. المشهد العام ده فيه انقسامات كبيرة وفيه تباينات كبيرة، في تباين كبير الآن بين قوى الثورة كلها مع بعضها البعض. الآن نحن قبل فترة للأسف الشديد حتى لجان المقاومة بدأت بين بعض التناحرات الغير يعني نحن غير سعيدين بها. البعض يرود هذا الأمر طيب. لانقسام الحرية طبعا. يلا أنا ما أقول لك ده المشهد العام فيه انقسامات وعندها تفسير منطقي وموضوعي. واحد من أسباب الوكسات والنكسات الاقتصادية اللي نحن المعايشة قصة قوفة الملاحة دي تنعكس تماما على المشهد السياسي بشكل عام، ودي واحدة من الأسباب. لكن خلينا نتكلم فيما يخصنا وأكثر دقة. نحن محتاجين لأنه الكل متفق على التوصيف، توصيف المرض متفق عليه بإجماع قوى الثورة، أنا أفتكر كده أنه في مشكلة ويجب حلها. بيجي الاختلاف في كتابة الروشيتة دي، كيفية الحل تقصد؟ يس، كتابة الروشيتة دي هي دي مربط الفرس. مش أنه ما في جهة بتقول أنه في مشكلة، كل الجهات بتقول في مشكلة. المجلس المركزي للحرية والتغيير ده بشكله الحالي ده هو معترف ومقر بوجود مشكلة، بدليل أنه قبل 8 شهور من الآن أو أكثر من 8 شهور، شهر 9 الفات، كون لجنتين لإصلاح الحرية والتغيير. لجنة كانت اسمها اللجنة السياسية وكان ممثلة فيها دكتورة مريم من حزب الأمة، ولجنة كانت اسمها اللجنة التنظيمية وكان ممثل فيها دكتور صلاح مناع من حزب الأمة. يعني أنا ذكرت التاريخ ده ليه؟ عشان ده أقول من الزمن ذاك الناس استشعروا إنه ما أنت سهل جدا التحالف الحاكم يختلف من التحالف المعارض. نعم. التحالف المعارض ده عنده طبيعة العمل فيه الجبهوي، نوع الكادر اللي فيه وشكل المقاومة اللي فيه، ولكن طبيعة التحالف الحاكم هنا بيختلف، نوع الكادر الشغال، أداء الأدوار، الهيكل زي ما ذكر دكتور إبراهيم، رغم اختلافنا في إنه يكون قيادي ولا يكون اسمه شنو ده موضوع تاني، لكن متفقين إنه الهيكل المقاوم ليس هو الهيكل الحاكم. دي متفق عليها في كل أطراف الحرية والتغيير اللي جوا المجلس المركزي واللي برا المجلس المركزي. يبقى النقاش وين؟ إنه الوصفة شكلها كيف وترتيب أولويات شنو؟ وأنا أفتكر دي نقطة الخلاف بين على اللي قول إن نقول بين الناس الشغالين في فناء الحرية والتغيير، إنه يبدو بياته في الأول، نعمل ياته في الأول وبعدها ياته وبعدها ياته وبعدها ياته وبعدها ياته. في ده طيب. إحنا محتاجين نتفاهم. طيب هل هنالك عزلة؟ سؤالي. هل هنالك عزلة بين رئيس الوزراء وبين الحرية والتغيير؟ لا أعتقد. حالة العزلة هذه؟ لا أعتقد. طيب كيف تصف العلاقة؟ لا أعتقد، لا أعتقد أنه في عزلة، لأنه لازل الأسبوع الفات كان في لقاء شهير بين الحرية والتغيير المجلس المركزي وبين سيد رئيس الوزراء، وأظنه والناس متواصلين معه بشكل دائم يعني. لكن أنا لما أتكلم عن التوصيف ده اللي أنا بتكلم عنه ده توصيف للمشهد كله، مش رئيس الوزراء. طيب. رئيس الوزراء تقريباً أكثر زول هو مكتوي بهذه التباينات، لكن عنده مساحة حرية كبيرة جدا قاعدة تسمح له أنه يتخذ عدد كبير جدا من القرارات. هل تعتقد أن رئيس الوزراء، عفوا المقاطعة أستاذ جعفر، هل تعتقد أن رئيس الوزراء ينحاز لطرف ما داخل الحرية والتغيير؟ أنا لا يعني هو هدي في النهاية دكتور إبراهيم دي ربما تكون رؤيته، لكن نحن ما أنا ما بتفق فيها. قلت في مرحلة أيوة دلوقتي مرحلة تغيير. يعني أنا عندي رأي غير كده. ما هو حرية الدكتور حامدوك بيتعامل مع المؤسسات الرسمية، يعني في مؤسسة رسمية اسمها الحرية والتغيير عندها مجلس رسمي شكله، حتى ناس حزب الأمة معانا اسمه المجلس المركزي، بيبقى طبيعي إنه يتعامل مع هذا الجزب بشكل رسمي. لكن بس في دي يعني انا ما ممكن يعني الحريه والتغيير دي اي زول حريه وتغيير، انت هنا اي زول بيجيك هنا قاعد اسمه القيادي بالحريه والتغيير مش كده؟ يعني اي زول في السودان ده هو القيادي بالحريه والتغيير. لو كل نفرين ثلاثه قالوا نحن القيادات بالحريه والتغيير وعملوا حاجه براون ده يعني انهيار المشروع الوطني كله يعني. لكن لذلك لازم يبقى في جسم، الجسم ده هو كويس، كعب فيه مشاكل، الناس يصلحوه يغيروه يعملوا حاجه ثانيه، ده موضوع مختلف. لذلك الدكتور حمدوك حيتعامل مع الجسم الرسمي ده إلى أن يتم تغييره أو تعديله أو إصلاحه أو أي شكل من الأشكال، يعني ده طبيعي. أحول لك نفس السؤال طيب. أستاذ دكتور إبراهيم يعني من خلال وجودكم في أجهزة الحرية التغيير كيف تقيم العلاقة بين الحكومة؟ ما داير ركز على هذا الجانب. أنا بعتقد على أساس أنه نحن حق نركز على قضيتنا نحن كحرية وتغيير، ولأنه لو ينصلح أمر الحرية والتغيير قطعا حينعكس إيجابا على كل الأطراف اللي ذكرها جعفر. يعني هو تكلم عن أنه في
قيادة للحرية والتغيير الآن هو المجلس المركزي. طيب المجلس المركزي ده في أطراف في الحرية والتغيير بترى بأنه لا يمثل كل مكونات الحرية والتغيير، لأنه مرت به عدة مراحل. يعني كانت الكتل الأساسية فيه اللي هي قوى الإجماع، انسحب الاتحاد، انسحب الحزب الشيوعي، بعض القوى في الإجماع برضو جمدت نشاطها، قوى نداء السودان طلعت منها الجبهة الثورية، جمد فيها حزب الأمة نشاطه، هو ما جمد نشاطه في الحرية والتغيير، جمد نشاطه في المجلس المركزي على أساس أننا نحن عايزين نحتفظ بشعرة معاوية. في تكلمنا على أنه لازم يكون في تنسيق، ودي النقاط اللي بيذكرها جعفر. يعني جعفر بيذكر على أساس أنه نحن في محاولات من شهور، لكن كانت نتيجة هذه المحاولات صفر على الشمال، لأنه ما تم. إذا كان أنت البلد مرة بمرحلة بأزمة بالدرجة الحاصلة فيها دي وما بتسمع صوت المجلس المركزي إلا في عبارة عن البيانات، لكن هل كل التحديات المارة بالبلد، هل كل الأخطاء الجسيمة اللي ارتكبت يوم واحد ما سمحت للمجلس المركزي ده عنده دور فيها؟ عشان كده المجلس المركزي أصبح عبارة عن تابع للجهاز التنفيذي ومجلس السيادة، يعني كان دوره يعني دور هامشي. فبقت هو مكوناته ما مكتملة في يعني محاولات للإصلاح. هذه المحاولات آخر ما سمعناها أنه بيتكلم عن مؤتمر تداولي، مؤتمر تداولي أنه القضية كلها تكون في إطار عضوية الحرية والتغيير الحالية، وديل قسموا الوظائف عليهم سواء كانت على مستوى الحرية والتغيير أو على حتى مستوى الدولة. التمكين الحاصل، يعني حاسة في عملية بتاعت حصر للناس الموجودين الآن في سواء كان في الخدمة المدنية أو حتى في مواقع كثيرة جدا، بتشعر على أساس أنه الاهتمام بتاع المجلس المركزي، أولا ما أقول مجلس المركزي كمؤسسة، لكن العضوية داخل أفراد داخل المجلس المركزي، على مستوى أفراد داخل المجلس المركزي تقصد؟ أما أنه توجه هي لما يكون المجلس ذاته ما قائم بالدور بتاعه بالوجه الأكمل، قطعا أنه الأفراد اللي هم عندهم قدرة على التأثير على الآخر بيكون دورهم كبير جدا، وبيمشي في اتجاه أنه كيف يخدم مصالحهم سواء كان مصالح حزبية أو شخصية. هل هذا يحدث الآن؟ نعم نعم يحدث الآن بصيقة الناس دلوقتي بتتحدث على أنه في تمكين شبيه بالتمكين السابق. طيب أنا إحنا قضيتنا على أساس أنه أخطر من بكده بكثير، يعني إحنا نعتقد أنه البلد الآن مواجهة بمهددات داخلية وخارجية بتفرض علينا أن ننسى كل الجروح ونقعد في الوطن على أساس أننا نفكر في الصيقة اللي بيها نعيد اللحمة في الحرية والتغيير بما فيها المجلس المركزي ذاته، عشان صياغته صياغة جديدة، ونضمن على أساس أنه المجلس المركزي حيقوم بواجبه فيما يخص القضايا الوطنية الكبرى. طيب حزب الأمة في مرحلة اللي هي المرحلة اللي هو تكلم عليها جعفر طرح العقد الاجتماعي، وفي العقد الاجتماعي تكلم على أساس أنه الناس تفاوضت مع المجلس المركزي والناس قطعوا أشواط، لكن زي ما قلت كانت النتيجة ما كانت بالصيقة اللي المطلوبة وكده. بعدها نحن وصلنا إلى مرحلة بنرى فيها من الصعب جدا أنك أنت تكتفي فقط بالحوار مع المجلس المركزي، ما احترامنا له ومستمر الحوار معه بقول، لكن يجب أن يكون في تغيير جذري في كل هياكل الدولة. يعني الناس الليلة بتتكلم على أساس أنه العملية بتحت الإصلاح يجب أن تشمل الحرية والتغيير في الأساس، ويجب أن تشمل مجلس الوزراء، ويجب أن تشمل مجلس السيادة، وعندهم مبرراتهم، ربما أن يكون في ناس عندهم مبررات أخرى، لكن الناس اللي بيتكلموا باللغة دي عندهم من المعطيات والأدلة اللي رجل الشارع لو سألته هو بيقول لك الحاصل شنو. يعني لدي الوقت في خوف كبير جدا من أنه البلد مش يقوم انقلاب عسكري، البلد تتفتت، والكمية بتاعة القتل اللي تم في الظروف في الأيام الأخيرة أو الشهور الأخيرة دي ما كان في عقلي يعني قبل الثورة بيعتقد على سنة بعد الثورة تستمر كده.
في محاولات وفي اجتهادات، لكن هذه الاجتهادات قاصرة عن أنها تقوم بالشيء المطلوب. نحن ما عندنا أي أعداء لأي مدرجيك للنقطة الأساسية اللي هي محور الكلام. نحن ما عندنا أعداء، ونحن نعتقد على أساس أنه كل الناس في الحرية والتغيير والناس الموجودين في المجلس المركزي هم بالأصالة بيمثلوا عضوية أساسية هي باحترامه وتقديره والتفاوض معه. طرحنا المبادرة بتاعت حزب الأمة، والمبادرة كانت، أنا بديت بسؤال واضح جدا. أول حاجة المبادرة شاركوا فيها معظم المنتمين للحرية والتغيير بما فيهم من المجلس المركزي، يعني حتى الأمين بتاع المجلس المركزي كان موجود في الاجتماع الأول. وأنا بديت بسؤال واضح جدا، قلت لهم يا جماعة إذا كان نحن دلوقتي مجتمعين، إذا كانت الحالة في السودان بتدينا نطمئن بأنه ما يعني نقدر نواجه مشاكلنا الكبرى دي، نتفرتك حس. لكن إذا كان في تحديات مواجهانا وفي أخطاء كبيرة جدا بترتكب، يجب أن نتعامل معها بصورة مختلفة. كل طرف سواء كان منظمة هنا أو حزب يقول كلامه، لكن يجب أن يرتبط بموقف. في ده، عشان أنا أختصر كلامي في الحتة دي، أنا قلت على أساس أنه يعني الاجتماع ده في ناس ما يجوا، ويجب أن نحترم رأي القائب إلى أن يحضر. وفي أنتوا ذاتكم قلتوا كلام ربما أنكم لو بعد فترة يعني يكون أكثر يعني تأثير وأكثر جدية. فنحن بعد أسبوع كل حزب يجيب لنا الرؤية بتاعته مكتوبة. محمد ضياء اللي هو برضو من البحث طيب، هو اللي اقترح على أساس تكوين اللجنة الفنية. طيب على على, على على ذكر هذه النقطة، قبل أن أتحول إلى أستاذ جعفر، أريد منك إجابة في عجالة لإصلاح الحرية والتغيير وإصلاح هذا التحالف الحاكم. تحدثتم عن العودة لمنصة التأسيس مرارا وتكرارا. لا، هي في الحقيقة في أكثر من أكثر من مبادرة. لكن كيف يمكن أن يحدث هذا بعد ظهور مبادرة إصلاح الحرية والتغيير بدار حزب الأمة؟ لا ما, ما لا دي ما هي قلت لك نحن حاولنا ندعو كل المبادرات. في مبادرة قايم بها جامعة الخرطوم، وفي مبادرة العودة لمنصة التأسيس قايم بها مجموعة من الناس اللي كانت لهم علاقة بالانتفاضة يعني، وجمعوا كل القوى السياسية. في مبادرة ثانية اسمها مبادرة المبادرات، ماشي. في أكثر من مبادرة، في مبادرة قائدة محجوب محمد صالح من فترة طويلة جدا على أساس أنه نحن قلنا كل المبادرات دي تصب في مجرى واحد. نحن لما قدمنا المبادرة بتاعتنا مدارجك في نقطة مهمة جدا، لكن أنا أود أسأل دكتور لو سمحت لي عن المبادرة التي تمت في دار حزب الأمة. نعم. هذه المبادرة تمت لاتخاذ لإصلاح تصحيح المسار وتصحيح لاتخاذ عدد من القرارات بشأن التحالف والمجلس المركزي للتحالف. ده الاجتماع الثاني، لكن هي الاجتماع الثاني بعد ما تم الاقتراح بتكوين اللجنة الفنية، نحن أعلننا أنه المبادرة دي أصبحت مبادرة لجميع القوى المكونة للحرية والتغيير. نحن يعني عضو فيها، يعني ما عادت مبادرة حزب الأمة. فاللجنة الفنية المكونة من عدد من القوى المشاركة هي اللي تولت العملية دي ودعت للمبادرة الثانية. الاجتماع الثاني بعد الأسبوع، الاجتماع الثاني بعد الأسبوع طبعا حصل فيه الهجوم على حزب الأمة، وحزب الأمة عمل اللي هو ترتب عليه التبادل البيانات وحرب البيانات. جميل. ما رأيكم في المبادرات؟ يعني تحدث عن أن هذه هي المنصة الأساسية التي تنطلق منها قرارات الحكومة ويجب أن توجد، وهذا حديث جيد، لكن كيف يتم الإصلاح أستاذ جعفر إذا كان قيادات الحرية والتغيير يعني تصوم أذانها من كل محاولات الإصلاح؟ تحديدا أنا أسأل هنا عن المبادرة التي أطلقت بدار حزب الأمة، وكنت قد سألتك ولكن مع ضيف آخر في فترة سابقة. طيب، وأنا برضو نحن معتادين نقول كلام الصراحة يعني والوضوح، والشعب السوداني ده أصلا نحن لا ندس عليه حاجة ولا حاجة، ونقول الكلام على الهواء الطلق. أنا عندي أجاوب ولا أقول ملاحظاتي في الأول؟ لك الوقت. طيب، كويس جدا، في وقتك. يا أخي أنا دار أقول حاجة. أول حاجة، السادة المحترمين جدا في حزب الأمة، حزب الأمة ده حزب وطني وحزب مهم جدا وحزب كبير، ودي حاجات حتى ذكرها بيكون من باب تحصيل حاصل. هم الآن أصحاب الأغلبية داخل مجلس الوزراء،
أصحاب الأغلبية المطلقة داخل مجلس الوزراء، عدد وزراءهم أكثر ناس هم قاعدين في مجلس السيادة. هم مجلس السيادة؟ يس. الشيخ عبد الله شيخ إدريس، حسن شيخ إدريس مرشح حزب الأمة في دائرة في شرق السودان ومعروفة يعني. دي ما دي حاجة إلا إذا أنتوا عندكم رأي تاني. صاحب الأغلبية في مجلس الوزراء وعنده أهم الوزارات في مجلس الوزراء نفسه أنا في اعتقادي. طيب وقاعد في مؤسسات كلها وقاعد بمستوى تنسيق مع المجلس المركزي بيتخذ معه كل القرارات بعضوية أكثر من أي حزب تاني مجموعة ممكن أذكرهم بالاسم فلان وفلان 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 وفلان. أذكرهم. طيب أذكرهم عشان ذاته نستحضر الحزب ذاته. قال لك أذكرهم. تمام. دكتورة مريم قاعدة. محمد قاعد. محمد اللمين. محمد اللمين قاعد بشكل دائم. الختيم قاعد. كتير كان من زمن لتاني بيجينا بشكل متقطع يجي ويغيب تاني ويجي وتاني. وأذكر 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 من الناس. طيب هذا حاليا. طيب حاليا لحدي الكلام ده ولا في الوقت السابق؟ لا لحدي دكتورة مريم دخلت الوزارة. الكلام ده لحد دكتورة مريم دخلت الوزارة. الآن في غياب لحزب الأمة في طيب يعني في بعض الحضور بيحضر. طيب لا ما في حضور في. تفضل. طيب محمد اللمين حاضر كل الاجتماعات. محمد اللمين ده معين على أساس أنه معلش معلش ما هو في زول بيقعد في المجلس ده ساكت يعني. طيب أكمل. طيب عشان أنا يعني أقول الكلام. الحاجة الثانية اللي أنا داير أقوله مهمة شديد. نحن متفقين إنه أول حاجة ما في حاجة اسمها قوة بس تتلم تغرر. أول حاجة اجتماع حزب الأمة أنا هتكلم عنه بوضوح شديد بوضوح. أرجو إنه الدكتور ما يزعل مني. السيد الإمام الصادق المهدي الله يرحمه ظل، أنا قلت الكلام ده المرة الفاتحة أقوله تاني، يدعو القوى السياسية كلها للقاء في بيته من الحين للآخر، وأنا حضرت عدد من اللقاءات دي. ونحن كلنا هو أكبر زول في الساحة السياسية السودانية بنمشي له، لكن مثلا الدعوة دي لو كان من زول تاني ممكن الناس ما يمشوا أو يمشوا، في تقدير خاص للإمام الناس بيمشوا له. طيب لما يصلوا الناس بديهم أجندة معينة بناقشها. آخر اجتماع أنا حضرته كان عن موقف التطبيع وكده، كان اجتماع الجمعة الشهير عملناه يوم الجمعة الصباح. حزب الأمة لما عمل الدعوة دي للاجتماع ده وجاتنا وأنا الدعوة قاعدة في تلفوني لحد الآن، نحن توقعناها في نفس الاتجاه اللي بيعمل حزب الأمة، بلم الناس لما يكون في حاجة وقلنا دي عادة كويسة ونمشي فيها، لأن على الأقل بتلاقيك بناس كتار وطيف كبير من الناس حتى خارج الحرية والتغيير. لم يكن هنالك حديث عن مبادرة في الوقت هذا؟ نو. في الدعوة؟ نو. في نص الدعوة؟ لا. لا هو كانت كما كانت في السابق بدت كلقاء كما تفاكري. ها ما هو نحن أنا أديك رأينا، نحن اعتبرناه هو اللقاء التفاكري الدوري الراتب اللي بيعمله حزب الأمة. طيب. ومشينا بممثليننا في التجمع الاتحادي، مشوا عدد من الناس حضروا اللقاء 3 أشخاص. إذا كانت كمبادرة هل كنتم ستذهبوا؟ أوريك الحصل. لا هي الفكرة ذات اللقاء تفاكري. طيب. أظن دكتور إبراهيم نفسه قال ده عصف ذهني بهذه الكلمة يعني في اللقاء ذاته، على ما أعتقد الكلمة دي بالضبط في مضبط المحضر جاتنا. ده لقاء بتاع عصف ذهني، نشوف مشاكل البلد فيها قضية الشباب القتل يوم 29 رمضان الشهداء وفيها 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 وفيها. هي دي كانت الدافع. طيب هنا ظهر زول، وأنا بعد الليلة مصير لو قلت لي يقول لي اسمح أقوله، ظهر زول محامي شغال مع النظام السابق المسجونين ديل بدافع عنهم أسي ماسك ملفات. من هو أستاذ جعفر؟ داير أستاذ إبراهيم يقول يقول له أقول لا أقول أي حاجة الحاج. نحن بالمناسبة ساطع الحاج ساطع الآن شغال محامي للفلول المسجونين ديل. هل ساطع يدافع الآن؟ أنا بقول الكلام ده على الهواء، أنت بتسمح فيني ولو كلام ده صحيح خليه يشتكيني. تمام مسؤول أنا مما لا، لكن ساطع هل هو خليني أنا عضو في الله ولا لا؟ أنا داير أقول كلامي كله، داير أقول كلامي كله. طيب ده أنا بالنسبة لي حوالين وكبتش، ما في زول بيدافع عن ناس مسجونين من النظام السابق ويكلمنا عن إصلاح الحرية والتغيير. ده ازدواجية. نعم. وكمحامي من حقه. المحامي يدافع عن أي زول هو شايفه. لكن الموقف السياسي هنا بيتعارض. تخيل معي زول قاعد في مؤسسة فيها أسرار الدولة وبيدافع عن الناس ضد الدولة في السجن. الحاجة دي ما بتبقى. دي واحدة. في شخص تاني شغال مع صلاح قوش وما داسية والارشيف قاعد. من هو؟ الدكتور يقول لا يقول أقول لا تعتك أي حاجة. أنا على الواضح تفضل. أيوة. طيب المشاهدين يتابعون محمد وداع في أكثر من لغة والإرشيف قاعد إنه صلاح قوش وصلاح قوش وصلاح قوش وصلاح قوش، والشخصين ديل هم كانوا أعمدة في المبادرة دي ووقفوا يتكلموا، أو على الأقل أنا متأكد إنه يتكلم ساطع عشان أكون أكثر. ومحمد وداع ما حضر خالص ما دار أقول لك، أنا شكينا دققت الكلام. طيب
هل هذه أسباب رفضكم للمبادرة وجود ساطع ووداعة؟ خليني أمشي معك شوية. طيب بقى في خط واضح ونحن شغالين سياسة. التقرير جانا في التجمع الاتحادي في بعض بيحاول يصنع حاجة خارج ما متفق عليه داخل الحرية والتغيير من إصلاح، وعليه نحن ثاني ما جزء من المبادرة دي. نحن ومعظم أعضاء كل أعضاء المجلس المركزي تقريبا غابوا من الاجتماع الثاني. غابوا ليه؟ لأنه حسوا أن هنالك شيئا تحت الأكمة، ربما نسجد لهم ما حسين به ونحن حسينا به. الأخطر من ده يتبرع شخص ويصير إنه الحرية والتغيير كانت حضور في آخر اجتماع اللي طلع قال عزلنا المجلس المركزي وحليناه والكلام اللي انت سمعته، ويشيل المحضر الأول بتاع الاجتماع الأول وينشره في الميديا، محضر الاجتماع الأول مش الثاني، ويجيب الأسماء. أنا قلت لهم الزول ده مجتهد إنه يصغر حزب الأمة، بضر فيهم ما بينفع فيهم، لأنه تاني لو دعونا بيبقى عندنا رأي إنه إذا نحن بيتم عرضنا بالطريقة دي يبقى الكلام ده فيه كلام. لكن أنا مبرر الناس حزب الأمة إنهم ما نشروا المحضر ده حسب تحليلاتي أنا في جهة ما، لكن هي منهم من المبادرة دي هي نشرت المحضر ده لأنها في يد المحضر. طيب من أنا قلت من هي الجهة أستاذ جعفر؟ يعني تتحدث بصراحة في اللجنة الفنية. أنا أقول لك أنا ما عندي اسم، لكن في جهة يعني تشك في جهة يس انت. أنا أشك في نفس الجهات اللي عندها المصالح في فركشة، لكن ما في اسم معين في فركشة المشهد. أنا زول واضح بس بقول الكلام كده طوالي وبخفص ولا بيفرق معي أي حاجة. في ده المجلس المركزي أصلا كان خط إصلاح ماشي مع حزب الأمة، واللجنة بتاعتنا اجتمعت مع حزب الأمة قبل 24 ساعة 24 ساعة من اللقاء ده، واتفقنا على كل شيء. وأبقى أكثر وضوح، حزب الأمة قال لي يدوه 10 مقاعد في المجلس المركزي، والحرية والتغيير تكلف عن حزب الأمة ياخذ 7 مقاعد، والأحزاب الثانية مقاعد. ومعاك أكثر وضوح في القصة دي عشان نحن يا إخوان القصة دي يعني تواضح فيها. لجنتكم معانا قالت الدائرة قالت حزب الأمة ده كان ما أخذ 10 مقاعد دي صعب نقدر نجي. يعني الصراع الآن من حزب الأمة تجاه يعني المجلس المركزي في تحليل الشخصي في دائرة من دوائر حزب الأمة مبني على العدد اللي يمثل به حزب الأمة. تخيل معي نحن قررنا إنه يتم تفريغ كل المكونات. الحرية والتغيير دي مكونة من نداء السودان والتجمع الاتحادي والإجماع الوطني وكتلة المهنيين وكتلة الكتلة المدنية والحزب الجمهوري وتيار الوسط. دي كتل، الكتل دي ممثلة في المجلس المركزي بأوزان. نداء السودان ده فيه عشرات الأحزاب والمنظمات، اسمه تحالف التحالفات، فيه أحزاب سياسية وفيه منظمات مجتمع مدني وفيه حركات مسلحة سابقة وفيه دين. عنده 5 كراسي، الإجماع الوطني عنده 5 كراسي، تجمع المهنيين عنده 5 كراسي، التجمع الاتحادي عنده 3، القوى المدنية عندها 3، التيار الجمهوري 1 وتيار الوسط 1. الوسط 1 دي التركيبة بتاعت المجلس. الجهة اللي عندها حق في حل المجلس ده هي الكتل دي، من حقها تغير ممثلينها، من حقها تعمل، من حقها يعني. حتى ناس حزب الأمة لما كانوا قاعدين في المجلس المركزي ما قاعدين كحزب أمة، قاعدين ممثلين لنداء السودان. الكلام ده قبل التجميد وقبل كده، ممثلين لنداء يعني كان ممكن نداء السودان يسحب ممثل حزب الأمة ويجيب شخص تاني في تمثيله. نحن اكتشفنا حاجة في عملية الإصلاح اللي بيقوله دكتور إبراهيم، إنه يعني ممثل كتلة نداء السودان اللي هو بتاع حزب الأمة ده لما نيجي ما قاعد يعبر عن الكتلة، يعبر عن نفسه. مش كان ده مش ليه هو، أنا بتكلم عن عموم الفكرة. نعم. ممثل الإجماع وهكذا. قلنا شنو؟ اتفقنا كلنا بما فينا حزب الأمة يتم تفريغ، اسمع الكلام ده كويس، الكتل دي في المجلس المركزي. كل حزب قاعد في الأحزاب دي كلها ياخد كرسي ويعبر عن نفسه. وقلنا يتم تمييز حزب الأمة تمييزا إيجابيا باعتباره حزب تاريخي وكبير وكذا، والناس تواطوا على 7 مقاعد لحزب الأمة. الليلة اليوم السيد المعطل، الليلة اليوم البروسيس اللي بيتكلم عنه ده والمؤتمر ده أنا جاي ولازم أتكلم فيه برضو لأنه ذكر لو اديتني فرصة، مهم جدا لأنه موضوع المؤتمر ده. إخوانا نحن سياسيين، ما في مؤتمر تنظيمي لتحالف، في مؤتمر سياسي، مؤتمر أجندة، قضايا سياسية. المؤتمر التنظيمي ده بيعمله الحزب عشان يرشح ناسه. طيب إذا تحالف عريض فيه اليمين وفيه اليسار وفيه الوسط وفيه الناس اللي ما عندهم غيره، أنت كيف حتعمل به مؤتمر تنظيمي؟ طيب. انت بتعمل تسويه تنظيميه اتفاق. طيب استاذ جعفر قبل ان نتحول للدكتور سؤال اخير في عجاله اريد الاجابه عليه بشكل واضح ايضا، من هي الاطراف التي تعطل هذا الاتفاق؟
أو هذا الـ 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 الإصلاح؟ أيوة عدة جهات. من؟ عدة جهات. أذكرهم لنا مباشرة. أذكرهم لك. ده حسب اعتقادي طبعاً. طيب. طيب. واحدة من الجهات دي التمترس من الأخوة في حزب الأمة حول أعداد في عدد من القضايا. دي ما كل المشكلة. دي واحدة من المشاكل. طيب. هذكر مشاكل تانية. الحرية والتغيير نفسها إيقاع بطيء جداً. الدولة أسرع منها. الدولة دي الأداء فيها أسرع من الأداء هنا. لذلك الآن الحرية والتغيير بقت هي الرياكشن مش الأكشن. كويس بقت يعني هي المفروض تجهز السيناريوهات ويشتغل عليها الكادر التنفيذي في الدولة. الآن الحرية والتغيير أصبحت تلاحق الأحداث للبطء وللعيوب الموجودة في هيكلة المجلس المركزي الحالي ولجانه بوضعها ده فيها مشاكل. اللي أنا قاعد فيها دي ذات فيها مشاكل كبيرة وطريقتها دي طريقة ضعيفة ولذلك الأداء كله مرتبك وضعيف. جميل. دي اثنين. نحن ذاتنا كأحزاب مسؤولين من المسألة دي وما ببرئ أي حزب يعني ما بقول القصة دي واقع. ما هو شكل المسؤولية؟ يلا تتفاوت المسؤولية هنا من حزب لحزب. في أحزاب كانت بتعتقد إن حزب الأمة ما يجي ذاته. في ناس فرحانين إن حزب الأمة دخلت التحالف. طيب دعني من حزب الأمة هذه سنعود إلى باقي الأسباب دكتور إبراهيم. أستاذ جعفر يرى أن حزب الأمة ليس داعي للإصلاح إنما هو ربما سبب من أسباب تعثر الحرية. في نفس البيانات اللي طلعت وبرجع للرياض دي على أساس إنه حزب الأمة هو سبب تعكير المجلس التشريعي. أنا سألت سؤال المجلس التشريعي ده من سنتين البطلة بتاع حزب الأمة اللي بيقولوا جعفر ده ولا هو جاء في الشهور الأخيرة من سنتين لمصلحة من تم تأخير المجلس التشريعي. المجلس التشريعي يتأخر لأنه مجلس الوزراء ومجلس السيادة هما دلوقتي اللي بدوهم فرصة الفرصة بتاعت الستين يوم على أساس أنه يتولوا العملية بتاعت التشريع في اللي هو القضايا الطارئة. هم دلوقتي اتولوا عملية التشريع وسموه المجلس التشريعي المؤقت. يبقى المصلحة اللي من تأخير المجلس التشريعي هي من مجلس الوزراء ومجلس السيادة. النقطة الثانية ليه تأخرت كل الآليات بتاعت الحكم ما تمت؟ ليه ما تمت الأجهزة الحقوقية والعدلية واللي حاصل فيها؟ ليه ما تم المفوضيات بما فيها مفوضيات المختلفة؟ ليه تم تعطيل المحكمة الدستورية؟ يعني ممكن تتكلم عن حاجات كثيرة جدا جدا. رأي المجلس المركزي ده شنو في أنه ما كان يسعى عشان أنه تكتمل أجهزة الدولة عشان تضمن أنه نتائجها؟ ما ممكن واحد يقطع يده مقطوعة ورجله مقطوعة وكده وتجي تقول ليه على سنه هيقوم بتنفيذ مهام الدولة. النقطة الثالثة أنا أفكر أنه الأخ جعفر يعني وابننا جعفر في الحقيقة يعني هو تحدث عن شخصين واحد منهم زي ما قلت ما حضر الثاني ده هو عضو في الحرية والتغيير يعني ما بتقدر تقول ليه ما تجي. إذا كان في كلام عنه بالصيغة دي ده موضوع تاني لكن هو عضو في الحرية والتغيير. طيب ال- 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 في التأخير بتاع المجلس التشريعي ده أنا واحد من البيانات أنا كتبت مقال وقلت لهم يا جماعة إذا كان أصل الحرية والتغيير المجلس المركزي ده ملتزم بقضايا البلد وشعر بأنه حزب الأمة ما قايم بدوره بالوجه الأكمل يبعد حزب الأمة يعني شنو؟ عشان يمشي ويعمل الأشياء المرتبطة بقضايا البلد. لكن هو ذكر التمترس بتاع حزب الأمة وركزوا على القضية بتاعت دي ذاتها يعني موضع صراع داخل الحزب. نحن ما عندنا يعني نقول أن كل شيء بالنسبة لنا في الحزب ماشي على ما يرام. لكن نحن بعد فقدنا الإمام الصادق المهدي كنا حريصين بأنه نعتمد على المؤسسات القائمة بكل ما فيها من مشاكل على أساس أننا نحن ننتقل أن نصل إلى المؤتمر العام. فإذا كان في حكاية 7 ولا 8 دي ما القضية الأساسية. والقضية الأساسية ذكرها اللي هي أنه مجلس الحرية والتغيير أنها هي يعني بممارستها وأنها متخلفة عن الحكومة وأنها هي عمل ذاته مربوك وضعيف. يعني معناها دي قضيتنا الأساسية نحن بالمبادرة دي أو باللقاء التفاكر اللي بدينا به ده نحن قصدنا أن نصلح الحتة الذكرة دي الربكة الموجودة في الجناية وعدم قيامة بدورة بالوجه الأكمل وليه والليلة موجودة
وإذا استمرت بالصورة دي ما هتقدر تعمل حاجة. لكن أضيف نقطة تانية أفتكر أنها مهمة جدا، في يعني اتجاه واضح جدا في داخل الحرية والتغيير بأنه أو على الأقل المجلس المركزي وبقية الحرية والتغيير بأنه هم يحصل تكتلات داخلية. يعني هو ذكر أنه أنا أقول له مثل واضح التمثيل، أنا كنت ممثل لنداء السودان، لما شعرت على أساس أنه في خلل أنا استقلته، ما في زول طلب مني، أنا استقلت من نداء السودان لأنه شعرت الممارسة دي ما بتودي لقدام. وأنا من اليوم اللي استقلته آخر أو أول مرة أمشي القصر الجمهوري ده البارح في لقاء الاجتماع بتاع. النقطة الثانية بالاسم، هو قال الاسم خالد سلك وذكر ساطع الحاج قروخلي. لا خلينا انا اقول لا الاخطر منا ده ما زول انت قلت كويس ولا ما كويس ده حاجه بالشكل. طيب. خالد سلك هو ممثل نداء السودان في التنسيقيه، قرر نداء السودان ان يشيل خالد سلك ويجيب حبيب عضو في التنسيقيه، لانه طبعا القوى المتحالفه داخل الحريه والتغيير وداخل المجلس المركزي وللوزن الممكن انه، وده قالوا لنا في اجتماع محضور، وده قال اساسا برضه بقول لك كلهم اجتماع محضور انه هم قالوا خالد سلك ده ما ممثل للمؤتمر السوداني عشان جو عشان الناس تقف معه في حكايه الوزاره بتاعت مجلس الوزراء. المهم انه بدلا من انه القرار بتاع نداء السودان، خالد سلك تم ترقيته ودوه الاعلام واستمر، وفي ممثل اخر اللي هو اسمه حبيب عن الـ عن عن اسمه هي حق مش كده، ممثل عن حق موجود في التنسيقيه وكده. يبقى لو كان حزب الامه بيتكلم عن مقاعد ويتكلم يمشي حزب الامه مكان ما يمشي، لكن الناس اللي قلبهم على البلد وبيروا انه ده خطا يصلحوا الحريه والتغيير بالصوره اللي نضمن بان الحريه والتغيير تمرق لاننا نجتاز العقبات دي واننا نجتاز المرحله بتاعت الانتقال دي بنجاح. لكن كونه انه بس حزب الامه وتمثلس وكده، والقضايا الجوهريه الاساسيه والاخطاء الكبيره اللي المجلس المركزي ما بيقدر يتكلم عنها، حتى الدعم الاخير ده الى ان استدعوهم وقالوا كلام مبوجن، يعني على اساس انك انت حمال وجهين. نحن اشتركنا في لقاء في الخرطوم، قناة الخرطوم اللي اختم لك بها، ومعاي عادل خلف الله، هاجم هجوم شديد جدا الدعم. وعادل خلف الله في تقصد اي دعم؟ الدعم الاخير، القرارات الاخيره، رفع الدعم، قرار رفع الدعم. فالمهم انه هو هاجمه، فكنت قلت له يا اخي انتوا اللجنه الاقتصاديه للحريه والتغيير، وانتوا دلوقتي على سنه في الحكومه، وكان رايكم مختلف، الحكومة شت في اتجاه مختلف عن الاتجاه اللي انتم بتدعوا له، كيف انكم الناس كنا في الحكومة يقولوا كلام وانتم تقولوا كلام؟ ففي ربكة كبيرة جدا وسطنا. انا ما بستثنى حزب الأمة بانه عنده كثير، يعني محمد اللمين ده هو ولدنا، يعني انا ما بنكره، لكن ما في علاقة لأي مؤسسة من مؤسسات حزب الأمة عشان تجيبوا ممثل فيها في الحرية والتغيير في المجلس المركزي. جميل، نسمع منك الإجابة ولكن بعد الفاصل أستاذ جعفر، فاصل ونعم. الحرية والتغيير، تأخر الإصلاح يهدد الفترة الانتقالية، هذا هو عنوان حلقة اليوم. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ جعفر، لك الفرصة كانت قبل الفاصل ولكن خرجنا للفاصل، أنا يعني لدي سؤال ولك الحق في الرد على كل النقاط التي أثارها دكتور إبراهيم قبل قليل، ولكن لدي سؤال. ألا تعتقد أن الوصول لتوافق بين مكونات الحرية والتغيير الآن
مع الحديث الذي قلته يبدو امرا غايه الصعوبه في هذا التوقيت، ناهيك عن العوده لمنصه التاسيس في ظل التعقيدات السياسيه، في ظل التمترس، في ظل ان كل شخص يرى الحل من جانبه، وفي ظل امر مهم جدا وحاسم جدا هو ان نسبه كبيره في الشارع، لا نملك نسبه بالتحديد لكن نسبه كبيره في الشارع، هذا الامر في هذا التوقيت اصبح لا يعني لها شيئا، امر الحريه والتغيير من الاساس. تفضل. طيب انا شايف اهميه الحريه والتغيير في انها هي الضلع الثاني في الوثيقه الدستوريه، يعني فاهتزازها بالتاكيد بياثر في اهتزازات المشهد، رغم انها هي ما عندها علاقه بالتنفيذ نقول بالوزاره، يعني الوزاره بتتخذ قراراتها بعيده عن الحريه والتغيير، وده وضع طبيعي طبعا انه الوزراء ومجلس الوزراء بيتخذ قراراته في معزل عن الحريه والتغيير وكده، يعني وده وضع انا شايفه فير كويس. لكن خلينا نقول نحن ما في ردود، نحن والله بنبحث عن الاصلاح، والدكتور ابراهيم ده عندنا لقاءات طويله في انه كيف نحن نصلح الحكايه دي، وما في اي تمترس حول فكره، يعني ما في حاجه اسمها دي بسياديه دون الطوفان. لكن خلينا نتكلم عن روشته المرقة من المصيبه اللي نحن فيها دي. نحن بنقول انه الاجسام القاعده دي هي اجسام شرعيه الى ان يتم تغييرها. تغييرها ما بيتم الا بالطريقه اللي تكونت بها. اي كلام عن منصه التاسيس دي يجون يشتغلوها ناس منصه التاسيس اللي هي الكتل السبعه اللي انا تكلمت عنها، ما افراد. ما في افراد، ما في زولين بيجوا يتلموا ويقولوا نحن بنعمل كده ولا 10 ولا 15 زول. الكتل دي تقعد تقول نحن دارين نعمل كده، دي حاجه مهمه. الان في خطوات بتاعت اصلاح انا حاقولها بالترتيب. حزب الامه مجمد نشاطه في المجلس المركزي وما خرج الحريه والتغيير. نحن نتمنى ان حزب الامه يفك التجميد. في لائحة معدة وموجودة في حزب الأمة، قلنا لهم ادونا تعليقاتكم عليها وكتبوا فيها جزء كبير من التعليقات. نجيز اللائحة دي سوا. لائحة المجلس المركزي بعد التعديل. حيكون كيف المجلس المركزي ده؟ حيكون فيه حزب الأمرة بوضع بلس. ماذا تقصد؟ يعني ده اتفقنا كلنا بما فينا حزب الأمة يجب تمييز حزب الأمة تمييزا إيجابيا على بقية الأحزاب الموجودة. ده اتفقنا عليه. لماذا؟ يعني احنا عندنا حساباتنا برضه. ما هي؟ يعني حزب عنده تاريخ وحزب كبير وكل الحاجات وذاته ناس دكتور ابراهيم دير، يعني ذاته هم ما شاء الله يعني هم كبارنا، يعني ما في مشكله في الموضوع ده، ما عندنا في مشكله. تمام. طيب واحد، اثنين، يتم انه الاحزاب القاعده في الكتل دي كلها، نحن كاتبنا الكتل دي كتله وافقت على خطوات الاصلاح دي، اقول دي ثاني، الكتل دي كلها خاطبناها وافقت على خطوات الاصلاح دي، انه يتم توسعه المجلس المركزي باضافه حزب، كل حزب من الكتله بتاعته، يبقى كل الاحزاب قاعده في المجلس المركزي، يبقى حزب الامه عنده عدد زايد في المجلس ده. المجلس ده طوالي يمشي للمؤتمرين اللي احنا قلناهم ديل، مؤتمر القضايا، وده يناقش قضايا الانتقال بشكل مفصل ونتفق عليها بناس بعلماء بخبراء بغير ونتفق عليها، لكن ما بتتم برا المجلس ده. ودي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه نحن دايرين نمشي بعد من كده، عايزين اخواننا طلعوا من الحريه والتغيير خالص زي الحزب الشيوعي يرجعوا للحريه والتغيير، ودي دعوه انا بقولها من هنا من المنبر ده، ضروره لازم يكونوا موجودين، لاننا نحن بدينا العمل ده سوا، لازم نمشي فيه سوا. دايرين نمشي بعد من كده، دايرين نمشي بعد المؤتمر ده انه كيف نجيب كل قوى الثوره حتى الخارج الحريه والتغيير عشان نصنع كتله زي ما ذكر قبل كده دكتور عبد الله حمدوك سماها كتله الانتقال. احنا عايزين الناس دي كلها تكون في محل واحد، لكن ده ما بيبقى بل اماني وما بيبقى بالاحلام، بيبقى خطوه خطوه. الخطوه الاولى نحن بنطلب بس من الاخوه في حزب الامه بكره ده يفاجئونا ببيان يقول احنا والله فكينا فيه التجميد، ونحن وهم نمشي للمؤتمرات اللي اتقالت دي المقره اصلا داخل الحريه والتغيير، يعني ما من برا، مقره موافقين. طيب دكتور معنا، موافقين دكتور معنا. ما رايكم انتم في حزب الامه؟ هل ستفكوا التجميد؟ لا، هي القضية ما قضية أنه الأسباب هذه المبادرة التي قالها المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي. عندنا مبادرة، والمبادرة دي يعني هي مبادرة عدد مهما كان رأيه فيهم من الناس الحرية والتغيير. في ناس من برا يا دكتور، في ناس برا الحرية والتغيير. لا، ما احنا قلنا حاسكون لك اسماء برضه. جبنا 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 ممثلين للمبادرات، نحن دايرين نجمع إذا كان الناس ديل أصلاً الموجودين وقاموا بالمبادرات كان لهم دور في العمليه، يعني دور زي محمود صالح والمجموعه اللي معاه،
يعني قطعا انه يعني ناس جامعه محجوب محمد صالح ما موصف انه ضد الحريه والتغيير في تاريخه، لكن انا حاسكون لك اسماء ضد الحريه والتغيير. لا ما خلاص انا بقول لك اصلا في تاسيسه من اول هي ضد الحريه والتغيير. ممكن اديك اسماء. جعفر انت لما تدعو الناس موقفهم ده قد يكون انه ضد الحريه والتغيير وقد ما يمشي معك لقدام، لكن بتاخذ تدي معه. القضيه انك انت الخطوه اللي بعدها هتتخذها وكذا، فيبقى يعني يعني الـ 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 يعني في شخص اشتغل في الحريه والتغيير دي قدر منتصر الطيب؟ لا منتصر رجل محترم على فكره. منتصر الطيب حضر الاجتماع ما عندنا في مشكله، عندنا ممثل كل الحاضرين كعبين. لا اسمع لا ما خلاص انا داير اقول لك على اساس انه زي ما انت بتتكلم انه في حاضرين عندك راي فيهم، والدعوه دي كانت ما احنا جبنا على اساس انه زي الناس الامن انه ناخذ فايلاتهم. الناس كلها قعدت وكنا بنعتقد على اساس انه الناس اللي انت ما عندك كلام فيهم ديل يكون لهم اثر كبير جدا في اننا نعالج المشكله اللي بتواجهنا. فعشان كده المشكله مش تجميد حزب الامه لوجوده في الحريه في المجلس المركزي. وانا برا على اساس انه حزب الامه اذا كان فعلا هو يعني قام بالدور ده عشان حزب الامه يتسنم ولا ياخذ 7 أعضاء ولا ياخذ 10 أعضاء، انا افتكر الكلام ده ذاته ما مقبول. انا انت ذاتك بتعلم انا شخصيا ابراهيم ده كيف انه ناس الحريه والتغيير جو عرضوا علي وجوني في البيت، وكيف على سنه الناس مجلس الوزراء ده في إلنا. لكن انا لانه بعتقد على سنه في المرحله ديك حزب الامه مجمد لا يمكن ان امشي. النقطه الثانيه اللي انت ذكرتها، ما لم انه تكون عندنا رؤيه واضحه جدا، ما لم يكون عندنا برنامج عشان نعمل لتنفيذه، ما لم انه الحريه والتغيير دي تعالج بالاخص المجلس المركزي مشاكلها، يبقى اي زول يمشي ما حيقدر يقوم بالعمل المكلف به وكذا وبتاعنا. فنحن دعونا انه اللي احنا اللي بنتكلم فيه ده مستعدين نقعد معاكم ونقعد على سنه دي للرؤيه بتاعتنا. اذا انتم بتروا في اي شخص فيه كذا وكذا وكذا احنا مستعدين نبعده. طيب قبل ان نعود الى استاذ جعفر ونحن نمضي الى ختام هذه الحلقه، لدي سؤال مهم جدا وربما هو بديهي من خلال هذا الحوار. هل التعقيدات السياسيه الداخليه والخارجيه، مستوى الاحداث دكتور ابراهيم يرتفع حتى اكبر من حجم حديثنا هذا، يعتبر حديث متخصص في ظل ظروف اكبر بالنسبه للمواطن جعلت كما قلت الاستاذ جعفر قبل قليل هذا الامر ربما لا يعني له شيئا على الرغم من اهميته. هل الفرصة لا تزال مواتية لإصلاح الحرية والتغيير أم أنه مجرد جرعة أمل تعطى هكذا على التلفزيون؟ والله شوف أنا بعتقد على أساس أنه المعطيات المتوفرة لنا، أنا كنت قبل شوية كنت بتكلم معه وهو عضو في المجلس بتاع الشراكة. أنا رأيي من الشراكة ذاته هو مشكلة، هو يقال أنه مجلس الشراكة عشان أجاويد لفك الاشتباكات، وهم الأعضاء مجلس الشراكة هم سبب المشكلة. يعني ما ممكن تجيب الناس ذاته اللي بيشاكلوا وتقول لهم فكها. النقطة الثانية أنه في الاجتماع بتاع يوم 14 ده كلامه كله عن الولاء وتعيين الولاء وبعدين العمل الدبلوماسي لم يذكر عليه حال ضد أجندة، لم يتحدث عن المشاكل المواجهة للبلد والمشاكل المواجهة للمواطن السوداني. طيب في عجالة دكتور، هل الفرصة لا تزال مواتية؟ طيب أنا نمضي إلى ختم هذه الحلقة. الفرصة أنا أفتكر مواتية، وأنه الناس اللي تكلمت بصراحة شديدة جدا، وأنه الناس اللي متمسكين بمواقع معينة، يعني هو بتكلم عن حزب الأمة 7 كراسي هي طير في الشجر لسه، لكن الناس المتمترسين في المواقع وكذا، الناس المتمترسين ديل غيروا يعني نهجهم، وابتدينا نتكلم على أساس أن نحن نبدأ مرحلة جديدة يكون الحس الوطني فيها عالي جدا، والحريه والتغيير اذا نحن ما قدرنا نمشي احنا شنو يعني ما مقدسين. جميل، اذا ما قدرنا نمشي استاذ جعفر نفس السؤال، هل الفرصه لا تزال مواتيه للحريه والتغيير لاصلاحها في عجاله الأسرة؟ نعم، انا بالمناسبه واحده من الاشياء اللي عندي اساسيه انا متفائل جدا، وعارف انه الانتقال ده صعب جدا وهو من اصعب الانتقالات اللي مرت على السودان، ونواجه فيه آلة ضخمة بتاعت نظام قعد 30 سنة في البلد. أنا شايف إنه الإصلاح ده سهل ونحن قريبين جدا، ما دام نحن متفقين في المشكلة، في مشكلة وموصفينها الاثنين توصيف صحيح ودقيق، يبقى نشوف طريقة العلاج. نحن بس عندنا رأي، نحن ما بننقض عزلنا، ما في مؤسسة قايمة بنهدمها نمشي نفتش لنا مؤسسة في حتة ما في،
دي نحن بالنسبه لنا لا ده اصلا وارد تمام كده اتفقنا ده ما وارد نحن كده اتفقنا نتكلم عن اصلاح الحريه والتغيير تمام وجسم الحريه جميل. والتغيير ممتاز. وما في شيء مقدس ممتاز جميل. لا لا ده نحن متفق طيب معك 10 ثواني انتهى زمن الحلقه خرجنا باتفاق الحمد لله طيب يلا تفضل 10 ثواني اثنين انا متفائل جدا بانه الثوره دي هي موجات تطلع وتنزل نحن الان كنا في المنخفض حنطلع وانا في تفاؤل كبير جدا وكل امل بانه الحلقه الجايه لما نجي ان شاء الله هنا المحل ده وان شاء الله تكون قريب يكون حزب الامه موجود من ضمن المجلس المركزي واخرين مش حزب الامه هو بس كل الناس لسه مصر على المجلس المركزي بشكله الحالي لا لحد ما نغيره كيف باليه بورش نقعد نتفق نغير لكن حاب نغير في الهواء اصلا ما بحل له جسم في الهواء عشان يجوا اربع فرع يقولوا مؤتمر صحفي يقولوا هم اصلا مقدمين لهم ورقة للرئيس الوزراء يقول له عيننا وزراء قبل كده في فضيحة تاريخية هذه فضيحة تاريخية أنا أقول بصراحة المطورة قبل يومين ده المنصة فيها ثلاثة أشخاص كاتبين أسمائهم في ورقة ودوها للرئيس الوزراء قال له عيننا وزراء أيام تشكيل الوزراء ما المنصة يمكن أن تقول أسماء قبل أن محمد عصمت وشهاب ديل مكتوبين قدموا نفسهم محمد عصمت يحيى وشهاب قدموا نفسهم أيام تشكيل الوزارة الفاتت دي من شهاب حمدوك شهاب إبراهيم كان جزء من قدموا لي قال لو عينا وزراء في فضيحة تاريخية مكتوبة موجودة ما أنا بقول لك أيوة. نختم بهذا شكرا جزيلا لكما دكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي شكرا جزيلا على حضورك وعلى إفاداتك شكرا أيضا للأستاذ جعفر حسن المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير شكرا جزيلا على حضورك وعلى إفاداتك وشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام يبقى متابعين لبرامجنا في سوداني 24 يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناتنا على يوتيوب سوداني 24 TV يمكنكم التواصل معنا دائما عبر المنصات الاجتماعية المختلفة وعبر تتبع واسم البرنامج دائرة الحدث هذه تحياتي وتحيات فريق العمل تصبحون على خير